رانا هنا في تيميمون في خبونت غوني. نقدم نفسي دحماني فاطمة، كنت ساكنة في شروين ودركا تزوجت في تيميمون. أيا النهار اللي تزوجت في تيميمون زعما وليت عايشة في تيميمون مسلمة رجال البلاد. مقطعة ما نقدرش نلبسها هكا، هادي زينة ديك زينة وهادي مقطوعة، على خاطر كتلبسيها هكا ما تخرجش زينة هكا، خصني نمشي للحانوت نجيب الخيط باش عاد نخيطها باش عاد نلبسها. خلاص معليش، واحد البلاصه محلوليه هنا محلوله هنا باش نخيطها. معليش شحال درك بعضك؟ 300 درهم. خلاص معليش انا وحده. هاك خلص. صح صح، اي صح، الله يعاونك. صح انا عندي جمعيه تاع هليل ونغني تفقيرين كي تكون شي العزاء ولا واحد مات ليه واحد. عندي جمعيه بنات المغرب. كانت ما زمان يا بكري ملي راه في عمري هكا 14 سنه كتولي تشطحن زعما دير الرحه طرحي وتغني. انا رط عليها ايام ما لا كيش كمل ديك الغنيه، ما الا لقاتني راني غلطت تقول لي واش تجاوب واش تجاوب. كلش من عام النساوي 2002 اللي دخلت في النساوي، زفت زاير وزفتها مراس تلمسان كاع زعما كاين تستفهم. حتى لفرنسا مشيت زعما كيستدعونا نمشي زعما نغنوا ليه مهليل. تسمى الاول نتاع حياة هليل كاع اي واحد كي بدا باغي يبدا باللهم صل على هليل. فيها الكنوز هليل، فيها اي حاجه زعما واحد كي يكون مغبون ولا زعما راه زعفان ولا شي حاجه الا كلمه هكا يقولها تفاجي ليه قلبه. يتسمى هو الروح يا هليل ما يخرجش غير القيس اللي يكون واحد تسمى يكون غيضان ولا زعفان ولا شي حاجه يقعد في روحه زعما يجبد الكلمه عليه ولا على صاحبه ولا على اي حاجه زعما باش يفاجئ بها قلبه. اهل فيه الكنوز غير اللي ما فاق به زعما فيه الكنوز ما يعرف ليه والو. والو سبكت من هالليل، سبكت بديت هالليل بعدا الاول باش وليت لتفقيرين تاع العزاء. تفقيرين تاع العزاء زعما نسمع به من مشي الناس اللي يغنوا، انا الا رد عليهم كيما الناس الا يديروا هالليل الرجال. حنا بغينا كيما زياره سيدي عثمان راهي كبيره، حنا نفرجوا عليهم وبصح ما ندخلوش معاهم ما نغنوش معاهم. الا بغينا نغنوا في شي دار نساوي نتلمدوا يغنوا في شي دار
زعما طيب لينا العشاء ونتعشاو زاهيين تبارك الله نتغنوا وحدنا نغنوا وحدنا الرجال يغنوا وحدهم وهلل تاع الرجال ثقيل تاع النساوين خفيف هادي ورا ديفيرونس تسمى ما يخلطوش الرجال مع النساوين قالوا لك حرام من نهار اللي بدات القرايه قالوا لك حرام حرام عندي انا الا هنا الا انا جمعت بنات المغرى اللي عندي تاع النساء بسم الله بجيت اجت عيضة ويوان طيس ما زيغين وكريم بسم الله بجيت اجت عيضة ويوان طيس ما زيغين وكريم لا اسمع قبل ما تدخلي انزات الشلاف تزكتني الصيام الزم رمضان سل الجوارح قاع وشهدوا عنا محمد رسول الله هي البدايه نتاعها وعندي الكلمه الثانيه نتاع استقلال تاع بكري والو حنا انا قلت لك غير كلمه آه بحال قلت لك كلمات منهم ومن بعد نتي صحي لي ومن بعد نشبالك ان شاء الله تكلمي نشوف ديك النساء وين هادو زعما الله يبارك تاع بكري كانوا مغبونين ربي خرجهم من الغبن تاع المجاهدين تبارك الله ثاني انا عندي الشعار عليهم تبارك الله الله يبارك وبصح الله لا يدوم علينا شده ولا يدوم عليهم شده اللي مات الله يرحمه ان شاء الله نتلاقاو في الجنه اللي راح الله يجعل ليه فيه البركه انا زايجه 1957 والوقت المزريه عاش كنا نطحنوا وكنا الفرينه ما تكونش عندنا ما يكون عندنا والو الا ما مشينا للجنان جبنا شويه الخضره ودرناها في القدره والو ولا الزرودي بيضه لا الشعير زعما عشنا واحد المعيشه من قبل شويه ولينا درك يا ربي لك الحمد ماشي جاهدوا كاع الناس زعما با الله يرحمه الصح كان زعما يجاهد وبالصح شد له وحدين جنانات هكا يخدم فيهم يجيب لنا شويه المعاش نعاونوه انا وما خواتاتي هذا ما كان نمشي كيفاش ما نمشي نخلي غير نشوف شي حاجه راهي باغا تضيع ولا شي تركه ولا شي اي واحد نخلي زعما نقعد في الدار هذا من المستحيل كيفاش ما تدعفي على اخوك مسلم جاهدي وديري كل شيء زمان تما قدامنا تسقلات زاير على بالك ما تقدريش المراه قاعده وحدها في دارها وما تقدر تخرج ما تقدر والو ودرك يا ربي ليك الحمد زعما نخرجوا القس اللي بغينا ودخلنا ندخلوا القس اللي بغينا مرتاحين تجيب تمشي تجيبي مصروفك ولا تشوفي واحد زعما انت ما عندكش واحد خدام وعنده تمشي زعما توعديه ما يردكش ودركا خير من بكري اللي ما سقلش الجزائر يا ربي لك الحمد دركا كان جيت انا في بلاص دوك الناس كيما راهم يدوا الرجالات يدوا النساء يدوا النساء وين كيما يستقبلوا الرجالات تسمى في الخدمه وفي على خاطر كل مراه عندها شعر كل مراه عندها تسمى واش تخدم كاين اللي يخدم المنسد كاين اللي يخدم الطبايق كاين اللي يخدم اي حاجه خدمتهم زعما ما بانتش
وما تبانش وما يخلوهاش تسمى حنا رجالتنا باش بلي المراه تبان ما يخلوهمش يقولوا لك لا المراه زعما عيب عليها وهذا وهذا حنا ديك العيب الاخر اخلانا روطالين كاع صحه عندي ولادي مزوزين ولا اي واحد الولد يخدم على مرته وما يخدمش عليا انا ماذا بيا اللي راه قاري خدام في بلاصتو في بلاصتو يلحق واحد السن يخلي بلاصه لديك الصغار ثاني يلقاو رواحهم الشباب مطيوشين ما عندهمش مساكن ثاني هما الحق شحال من واحد مش كيرا مطيش يكون خاطب 20 سنه ما عنده لا دار لا خدمه مرسمه غير لا خدمه هكا موصل ولا منافري هذا الشيء احنا خاصنا مازال وخصنا شحال من الحوايج مازال هنا مسلمين رجال البلاد والشباب اعسى اكثر يا اغلبيه الشباب الحلم نتاعي تسمى انا نحلم قلت لك زعما انا ماذا بيا قلت لك ما الحلم اللي نحلم ان شاء الله تجي الناس خاوه تجي الناس خاوه متحدين تجي الناس خاوه يتسمى جواش الحلم نتاع ماذا بيا ماذا بيا انا في الطريقه هذه واحد يتسمى ما يجي فوق واحد لا والو تسمى نكونوا متحدين ان شاء الله الله يجيبها في الصواب ان شاء الله نكونوا متحدين نكونوا خاوه ونقولوا تبارك الله يا ربي لك الحمد زعما واحد ما يقول على واحد ما يهضر في واحد واحد زعما كل واحد يعيش ان شاء الله السعاده والهنا ماذا بيا